خرجت طبعة لكتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، حققه رجل يدعى عبد الله سندة، يتهم الإمام ابن القيم بالتشبيه ويتهم تارة بالصوفية والفلسفة وتارة يمدحه، وتحامل على الشيخ في كثير من تعليقاته الشنيعة، فما توجيهكم حفظكم الله لهذا؟ هذا ما حققه بل كذبه، كذب الشيخ، تجنى عليه، ما هو هذا تحقيق، هذا والعياذ بالله تجنن على الشيخ وتكذيب للشيخ. فيجب عليك يا أخي أنك تسجل الملاحظات التي في هذه التعليقات، تسجلها برقم الصفحة والسطر، ترسلها للإفتاء مع الكتاب، ترسلها للإفتاء مع الكتاب ليتخذ الإجراء اللازم إن شاء الله نحو هذا الكتاب ومؤلفه ومحققه. نعم.